الشباب وطلعنا جري على فوق. كان معانا اساتذه ودكاتره ومتظاهرين مسلمين ومسيحيين. دخلنا على قناه الحره وقفلنا موبايلاتنا لوجه الله. هقول اللي انا سمعته. كان طالع الجيش والشرطه بيقولوا الله اكبر وهم بيسحلوا الناس. The army and the police were coming up the stairs saying God is great, as if they were more basically. Don't tell me it's Muslim Brotherhood or Jamaat Islamiya or Salafi. The army and the police are the same people. واحنا بعد لما جينا فكوا الحصار ما دخلوش الشقه عشان كانت قناه الحره. لقيت كل الازاز متكسره، طالعين يكسروا في العماره الجيش والشرطه، والدم على كل They were hitting them and saying Allahu Akbar. ولازم علشان تعدي منهم امبارح لازم تقول انا مسلم وواحد بالله. عشان تعدي على اي شيء you have to say that you are Muslim and you believe in one God. In order to والا يعتدوا عليك. Otherwise they'll beat you. ده الجيش والامن المركزي. And the police. نمرة 2 اللي حصل امبارح ده ما شفتوش باين بس شفته في الفيديوهات. المدرعات للمتظاهرين قدام مسبيرو والجيش الإسرائيلي اللي عملوا فتران في 7